رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، رصنا في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، لك القصة آثار، تمهل في النار، تأمل في العبار، رحلة عمرك ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان. الغدا جاهز. زين زين، روحي روحي يعني، ما شوفوا. قوم قوم قوم، لا يبرد الغدا، أنا بنتظرك. دائما تزعجني وأنا أقرأ، شلون بخلص أبحاثي؟ مشكل من هالموسوعات اللي تقراها، حي الله كتابين تقرأ فيهم. يلا يلا قوم لا يبرد الغدا، قوم. ما قلت لي اليوم وش رايك في الغداء؟ ها زين، بس المقدمه مالحه. المقدمه مالحه، تخربط بين الكتاب والغداء. بس الحين مو وقت كتاب، وقت غداء. والى متى بتضل كذي؟ مو وقت كتاب، هذا يسمونه الغذاء الفكري. غذاء فكري، مثل ما البطن يحتاج غذاء، العقل يحتاج غذاء، واحنا احتاج غذاء فكري. مو نفسش ما عنديش غذاء فكري.
انا بقول لك ابو جميل، اخبار تجارتكم وشركاتك؟ والله ايش اقول لك يا ابو احمد، تعرف التسوق ضعيف هالايام ونسبة المخاطرة اللي نشارك بها قليلة، وكل ما قلت نسبة المخاطرة قلت الأرباح. احنا ما نقدر ندخل بأسهم بحيث تكون النسبة مرتفعة، وبالتالي صار عندنا عجز وكساد، وتعرف من اللي صار الكساد اللي يجي بعد الركود. زين فيصير لا لا لا، كلامك خطأ. حسب اطلاعاتي في مجال الاقتصاد وعلوم التجارة وقراءاتي قراءات موسعة، المشكلة الاقتصادية مو مثل ما تتصور. شلون يعني؟ لأن العرض والطلب يكون مع التضخم، وإذا كان التضخم يتصادم مع الواقعية فتنعدم السيولة ويصير العجز المالي. صح، صحيح صحيح صح. بغيت اقول لك ابو جميل، هذا كلام صح الاول. ايه صحيح، فاهم الرجال، مثقف ما شاء الله عليه. بين عليه. شو فيها السياره مبنى؟ والله تشتغل مره واحده بندت. شيكت فيها البترول مو مفصول، هيك البترول مو مفصول. ديناميك بترول فيها السياره؟ بترول فيها شاحنينه فوق. شيكت لان هذا ديناميك ممكن وايرات مفصوله شيء. لا لا لا، هذا اللي سوينا غلط، لأن من خلال اطلاعي وقراءاتي وتجاربي في مجال الميكانيكا هذا اللي سويتونا خطأ. شوف شلون الحين. خلاص شغاله، خلاص مشكور وما قصرت. حم الله والديك. حاضرين حاضرين لكم، لان ليش الواير هذا الواير وهذا الواير يسوي تج. يلا يلا على خير. مشكور وحم الله والديك. شنو هو الغدا اليوم؟ كلش ما صار عندي وقت. يعني ما طبختين؟ انشغلت في القراءة والغذاء الفكري. ما صار وقت اطبخ. هذا الباب وانا اليه راجعون. مو انت قلت ان الغذاء الفكري اهم شيء؟ ايه اكيد اكيد. بس خلاص خلنا عن الغذاء الفكري، واجد احسن. غذاء الفكر أكيد. سؤالك جدا رائع ويمي على الواقع. طبعاً علم الفلك علم واسع وكبير وواسع كوسع السماء وسع الفضاء، وكل من جاء يظن انه يفهم في هذا العلم تحتاج تعرف شلون متى بيصير كسوف متى النجم يجي. أكلمكم بعدين، عندي اجتماع شوية. حيا الله أبو حسن، من زمان ما شفناكم. الله يسلمكم. وإيش نسوي يا أخوك؟ الأول نشوفكم في الفعاليات اللي سويها جمعيتكم. الحين قلت الفعاليات. إيه والله صحيح كلامك يا أبو حسن، قلت الفعاليات واجد.
ما دام عندنا شخصيات مثقفة واعية ليش ما نستفيد منها؟ شكل في بالك شخص معين بتقترحه علي. اي نعم. منو هذا؟ جاركم محمد. في الايام الاخيرة الناس كلها عرفت عنه انه رجال مثقف واعي. وصلت في موضوعك، خلى علي وانا برتب لي في الفعاليات القادمة ان شاء الله. ايش تشرب يا ابو حسن؟ لا لا تسلم تسلم. محمد. لا لا لا, لا ما ابي شيء يا محمد. بمشي بمشي ما شرب ابو حسن خلنا نضيف. حياكم الله. طيب وياك عبد الله جاركم من جمعية القرية. اي نعم. اي اهلا وسهلا. سمعنا عنك واجد في القرية كونك صاحب فكر مطلع، وانا عندي طلب من قبل الجمعية في القرية. تفضل تفضل. والله بغينا نقيم محاضرة تلقي فيها اخر البحوث اللي سويتها، او نقدر نقول الفكر الخاص فيك، وراح ندعي النخبة والمفكرين والمختصين في هذا الموضوع. بالتأكيد بالتأكيد، وأنا يشرفني هذا الشيء. يعني أستاذ محمد أقدر أخذ موافقتك خلاص؟ ها؟ بس يا ريت أستاذ محمد تعطيني عنوان علشان يكون هو عنوان المحاضرة. عن شنو تحب تتكلم مثلا؟ تبي العنوان الحين؟ هو أنا هذه الأيام أقرأ عن حقائق الانشطار الفكري. حقائق الانشطار الفكري، خوش خوش موضوع أستاذ. إيه نعم إيه نعم، حقائق الانشطار الفكري. خلاص على بركة الله نتوكل على الله. بس اعتمد صار. الله يسلمك إن شاء الله. نرحب بكم في هذا المنتدى الفكري، منتدى اقرأ الذي يجمع العديد من المثقفين والمفكرين وشخصيات المجتمع، والذي نستضيف في هذه الليلة الأستاذ القدير محمد للاستماع والتباحث حول أطروحته الجديدة بعنوان حقائق الانشطار الفكري. تفضل الضيف العزيز بإلقاء كلمته. أترككم مع الأستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الحضور وتواجدهم حتى نستفيد جميعا، خصوصا أننا سنطرح قضية هامة في هذا الزمان والعصر والمكان، ألا وهو بحث الانشطار الفكري. في كتابي في صفحة 178 في لي مقولة تقول: مثل إنسان يسير في الظلام لا يضيء له القمر،
لا يملك مصباح ولا شمعة. واضح يا أستاذ، ما حد فهم وش تبي أنت، شمعة ومصباح؟ فهم عن فهم لك وش تبي بالضبط. شر ولا حتى ولاعة. ولا حتى ولاعة صغيرة. نحن تائهون في هذا الزمان، نحن تائهون في هذا الزمان إلى درجة أن الفكرة ضاع كما تضيع الذبابة العمياء في مهب الريح. والفكر الأصيل النقي، والفكر الأصيل النقي مثل البالون المنتفخ في الذي يطير إلى عنان السماء. إلى عنان السماء دون رقيب. هذه السماء الواسعة. وهنا تتشطر الأفكار عندما تصطدم مع بعضها، عندما يصطدم فكر مع فكر تتشطر الأفكار. وهكذا تنشطر التوجهات الحياتية، فأحدهم يعجب والآخر لا يعجب بفكرك، فتكون هناك عدة انشطارات.